كرة غوتي زوجة اللاعب كريم بنزيما قامت بنشر ستوريات عبر حسابها الرسمي الانستغرام رفقة كريم بنزيما أثناء العودة بالكرة الذهبية إلى مدريد. كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد يفوز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. كرة غوتي تخطف الأضواء لحضورها رفقة ابنها إبراهيم والذي كان أيضا حاضرا وخطف الأضواء ليلتقط بعض الصور ويستغل الفرصة أثناء الحفل. اللاعب كريم بنزيما يترك ابنه لوحده ليلتقط الصور وتركه مع الصحافة لوحده، اللقطة التي تفاعل معها عشاق كريم بنزيما. جميع العائلة كانت متواجدة في حفل التتويج، مما يبين سندهم له والظروف الصعبة التي مر بها خلال مشواره الكروي. وتصفيقاتهم وزغاردهم تحمل بدورها معاني كبيرة ودلالات أخرى.